السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة في درس جديد وحلقة جديدة Grammar Unit 2. بنشوف في درس النهاردة Countable and Uncountable Nouns. Countable and Uncountable Nouns. Countable يعني معدود، countable nouns يعني الأسماء المعدودة. We can count يعني بنقدر نعدها. عندي كلمة book، ممكن تقول three books، كتاب وثلاث كتب. طيب الأسماء المعدودة يعني singular وفي منه plural، يعني مفرد وله جمع. يعني ممكن أقول boy، ممكن أقول boys، ممكن أقول girl، ممكن أقول girls. طيب العلامة الثالثة إن countable nouns بتقبل a أو an في حالة المفرد. يعني ممكن نقدر نقول a table، a boy، a book، وممكن نقدر نقول an orange، an apple. okay، يبقى ده التلات حالات دول بيخلوك تميز الأول يعني ايه countable noun، يعني بنقدر نعده، يعني مفرد وليه جمع، يعني ممكن نحط قدامه a أو an في النكرة وبيكون اسم مفرد. طب uncountable nouns الغير معدود معروفة خلاص، الاسم ده غير معدود يعني rise، تقدر تعده؟ ما ينفعش تعده. مفرد ليه جمع؟ لا ملوش جمع. ينفع نحط قدامه a او an؟ ما ينفعش نحط قدامه a او an. meat لحمة، water juice، كل الاسماء دي اسماء غير معدودة، يعني ولا بتقدر تعدها ولا مفرد وتقدر تجمعها ولا بنقدر نحط قدامها a او an قدام الاسم المفرد. شوف هنا عندي كلمة many. many يعني كثير من لاسم يعد. ولما بنيجي نقارن many في المقارنة ما بين اتنين بتبقى more. اوكي طيب عندي كلمة few. few يعني قليل من لاسم يعد. وfewer يعني اقل من لاسم يعد. يبقى في المقارنة ما بين اثنين بنجيب more وبنجيب fewer، وهنا في countable noun. بنشوف أمثلة أكتر، بنقول there are many girls in the class. there are many girls، هنا girls countable، حطينا قدامها كلمة ايه many. we have many books، عندنا كتب كتير. we don't need more. more دي المقارنة من ايه؟ من many، مش عايزين اكتر. boys are fewer than girls. boys are fewer than girls. الاولاد غالبا بيكونوا اقل منين؟ من البنات. few students. few students يعني طلبة قليلين جدا. at my school have a smartphone. عندهم تليفون حديث. students ده اسم جمع اهو يعد، فحطينا معاه كلمة few يعني قليل من. لو جينا لل uncountable noun هنشوف كلمة much. much يعني كثير من لاسم يعد، ولما بنعمل مقارنة برضو بتيجي نفسها more. يبقى more في المقارنة ما بين اثنين تنفع لاسم يعد واسم لا يعد. طب عندي كلمة little. little يعني قليل من، وفي المقارنة بتكون less than، يبقى أقل من، وده مع ال uncountable nouns. بنشوف أمثلة. we have little sugar. عندنا سكر قليل.
We need to buy. هنشتري. There is much sugar. Much sugar يبقى كثير من السكر والسكر ما بيتعدش. In the tea you should bought less. المفروض تحط أقل من كده. بنصحك bought less. يبقى less هنا معناها أقل من مع اسم لا يعد. You have less rice than I have. انت معاك رز اقل من اللي انا ايه املكه. يبقى هنا less than اقل من. طيب لو كلمت عن نفسي هعكس الجملة فهقول I have more rice than you. I have more rice than you. عندي رز اكتر من اللي معاك. ملخص الدرس بسرعة، عندنا كلمة few يعني قليل من لاسم يعد. في المقارنة ما بين اثنين بتكون fewer than. في المقارنة بين أكتر من اثنين بتكون the fewest. وعندنا كلمة many يعني كثير من لاسم يعد. في المقارنة ما بين اثنين بتكون more than. وفي مقارنة بين أكتر من اتنين اللي هي صيغة التفضيل بتكون the most. عندي little يعني قليل من لاسم لا يعد. بتكون في المقارنة ما بين اتنين less than أقل من. وفي صيغة التفضيل بتكون the least الأقل. عندي much يعني كثير من لاسم لا يعد. بتكون more than في المقارنة ما بين اثنين with the most الأكثر في المقارنة ما بين أكتر من اثنين. يعني لو لاحظنا إن many ها و much في المقارنات بيكونوا بنفس الشكل ونفس الصيغة. بسرعة كده اختبر نفسك معايا في الجملتين دول. We have 20 girls in my class. عندي 20 بنت في الفصل. Girls are always البنات دايما ايه؟ دايما little ولا دايما few ولا دايما more than؟ عندنا هنا كلمة ايه than يعني ده مقارنة. ينفع اقول little than؟ طب ينفع اقول few than؟ لا، يبقى اجيب كلمة ايه more than boys. Girls are always more than boys. طب بنشوف المثال التاني to be fit. علشان تكون جسمك لائق تبقاش زي حالاتي كده. Put less sugar in your tea ولا put fewer sugar in your tea؟ fewer يعني أقل وless يعني أقل. لكن نبص لكلمة sugar. sugar دي معدود ولا غير معدود؟ countable ولا uncountable؟ أيوة الناس الشطار معايا اهو، برافو. يبقى هنقول ايه؟ ها less sugar، حط سكر اقل من كده في الشاي بتاعك. We have the، عندنا هنا كلمة ايه؟ the. يبقى لما هتيجي the دي صيغة تفضيل، يعني هقول the most ولا the least to finish our project. We have the most time. We have the most time to finish our project. عندنا الوقت الأكتر وإيه لسه بدري نقدر نخلص المشروع. بنشوف في أسئلة الريرايت، وبركز شوية على الريرايت لأن ده جديد عليكم السنة دي السؤال ده، فدايما حل منه كتير جدا. January is 31 days. أوكي، يناير 31 يوم. طيب February is 28، 28 يوم. عندنا هنا كلمة fewer than. fewer يعني أقل من. يبقى ممكن أقول February has days fewer than January. يعني فبراير has fewer days، يملك أيام أقل، في أيام أقل. ممكن أقول February is fewer than January. okay ها huh? in the number of days، أقل منه في عدد الأيام. Traveling by bus is it cheaper than traveling by plane؟ Traveling by bus
is it cheaper than, it's cheaper than أرخص من. طب عايزين نستخدم كلمة less، يعني إيه less؟ يعني أقل. هيبقى أقل إيه؟ السفر بالأتوبيس أرخص من السفر بالطيار. يبقى لما استخدم كلمة أقل less هيجي بعديها صفة وبعديها than. الصفة الأنسب هنا هقول إيه؟ traveling by bus is less expensive. less expensive أقل غلاء بتساوي كلمة cheaper. okay. يبقى traveling by bus is less expensive than traveling by plane. لو كنا جبنا more كنا هنقول إيه؟ traveling by plane is more expensive than traveling by bus. ركز معايا اهو، ممكن ما اجيبش ليست في الجملة، اجيب مور. يبقى ساعتها هبدأ بالجملة التانية واقول traveling by plane is more than traveling by bus. المثال الاخير بنقول you shouldn't eat much salt. ما تاكلش ملح كتير. يبقى you should eat less salt. you should eat less salt. كل أقل من كده في الملح. okay. بعد الفيديو في الرابط في أكتر من اختبار، ما تنساش تختبر نفسك عليه. بدأ الاختبارات بالتدريج من الأبسط ثم الأبسط ثم الأصعب، فجاوب وجرب وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة وفي درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.